لماذا اتسع نطاق المظاهرات على هذا النحو وتعدى حدود البصرة رغم تدخل الحكومة بحلول في البصرة تحديدا، منها عدد كبير من الوظائف ومنها حلول متعلقة أيضا بمستوى الخدمات؟ ربما تكون السبب في تموز نفسه. في منذ 3 سنوات تبدأ شرارة التظاهرات وفي البصرة ثم تنتقل إلى 9 محافظات ومن ضمنها بغداد، هكذا منذ عام 2015 تبدأ شرارة سوء الخدمات وانعدام الكهرباء والمياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى زيادة البطالة في الفئة الشبابية. بحسب الإحصائيات الرسمية أكثر من 40% هناك بطالة، بالإضافة إلى البطالة المقنعة والفساد الذي يسيطر على الكثير من وزارات ومؤسسات الدولة. بالتالي كان من المفترض على الحكومة العراقية أن تكون مستعدة في تموز أسوة بتموز الماضي والذي قبل، حينما بدأت هكذا شرارات. التوقيت كان واضح أنه سوف يتكرر، خاصة مع انقطاع التيار المساند للتيار الكهربائي العراقي القادم من إيران بسبب خلاف على كيفية دفع الأموال الخاصة بهذا التيار. الولايات المتحدة الأمريكية هددت العراق بعقوبات اقتصادية متى ما تعاملت مع إيران بالدولار، وإيران لا تقبل أن تعطي العراق تيارا كهربائيا بمقابل النقد العراقي. بدأت هذه الأزمة منذ آيار مايو الماضي، والنتيجة قطعت إيران المدد أو الإسناد الكهربائي الخاص بالعراق. لكن الحكومة يا أستاذ هشام، الحكومة لا تتحدث عن هذه الأسباب. الحكومة تحدثت بشكل صريح وقالت إن هناك أيادي خارجية وأيادي مندسة هي التي تؤجج هذه المظاهرات. كيف تقيم هذا التفسير من قبل الحكومة لاتساع نطاق هذه المظاهرات؟ أستاذ هشام هل تسمعني؟ يعني في الغالب الحكومة دائما تحاول أن تتهم المتظاهرين والمحتجين بهذا النوع مندسين أو تصنفهم مرة أخرى هناك أيادي خفية. لا توجد أيادي خفية على اعتبار كمراقبين لهذه التظاهرات وهذه الاحتجاجات هي عفوية وتطورت بسبب أخطاء من القوات الأمنية بقتل أحد أبناء عشيرة المنصوري المحتجين في منطقة القرنة في البصرة. ثم بعد ذلك بحثنا بدقة عن هل لهذه التظاهرات وهذه الاحتجاجات من يساندها حزبيا أو سياسيا، بل بحثنا عن من يمثلهم في التفاوض، لم نجد أن هناك كاريزمات أو شخصيات معينة ممكن أن تؤسس شبكة لهذه الاحتجاجات. الاحتجاجات تبدأ غالبا عفوية ثم تتطور ربما في بعض الأحيان بسلوك عنفي كما حدث في العمارة وفي النجف ليلة أمس، لكن هذا السلوك العنفي. لكن هل تنفي عنها أستاذ هشام المحلية، هل تنفي عن هذه المظاهرات أي أهداف أو دوافع سياسية قادمة من خارج الحدود بصفة مندسين من أجل النيل من مؤسسات الحكومة؟ بشكل عام المحتجين أصبح لهم وعي بسبب تكرار تجاربهم منذ عام 2015 وتعاملهم مع الحكومة، والحكومة أيضا هي في ضيق من وقتها ولا تمتلك عامل الوقت المناسب لتهدئة الجماهير. ربما لديها 3 خيارات مطروحة حاليا: إقالة وزراء الأزمة، أقصد وزير الكهرباء، وزير الموارد المائية، ووزير العمار والإسكان، وأيضا أو الحكومة بنفسها تستقيل على اعتبار أن صلاحياتها أصبحت صلاحيات تصريف أعمال، والثالثة هي تدخل بتصادم مباشر مع هذه الاحتجاجات الواسعة والتي تضامنت معها المرجعية الدينية الشيعية في النجف وتضامنت معها أحزاب كبيرة مسيطرة على الحكم والبرلمان في العراق. بالتالي ليس من مصلحة الحكومة أن تعلن قانون الطوارئ، وليس من مصلحتها أن تدخل في صدام، من مصلحتها أن تقوم باحتواء هذه الاحتجاجات وهذه القوة الغضبية التي انتشرت في 9 محافظات عراقية.